شمس اف ام. شمس اف ام، وين انت وين احنا؟ زياد العذاري يقول لك مش صحيح، مش بالضروره يلزمنا 8 اشهر. تفضل. والله اذا كان نحبوا اقل من 4 ملايين تونسي ينتخب في الانتخابات القادمه اقل من 8 شهور نخلطوا، اما اذا كان نحبوا 7 ملايين ونص تونسي يشاركوا في الانتخابات او على الاقل نعطيهم الامكانيه للمشاركه في الانتخابات، فانا اعتقد 8 شهور ويا ربي نخلطوا. الانتخابات الاخرى مش مرتبطه المشاركه، سامحني. لا 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 انا شوف، الهيئه المستقله للانتخابات السابقه ادت دورها واحنا على كل كحزب انتقدناها، لكن عندها واثرت خبره وناس مطلعه وتتكلم على حاجه تعرف اكثر. سي عصام، لابستونسيون مش مربوطه، راهي مش مربوطه بالمني شر والاستنسيون. فما 4 ملايين ونص تونسي لم يتاكلوا من الانتخابات، لانه من الاول عملوا الحمله بتاع التقييد، وبعد حلوا مراكز استثنائيه لبطاقه التعريف، ما مشى حتى واحد يصوت. مسجلين 7 ملايين ونص، مسجلين حتى واحد يصوت. على كل الان اعاده الهيئه هذه، اول توافق على الهيئه وعلى تركيبتها وعلى القانون الانتخابي وهذا الكل، ومع السعي الى ان التونس الكل يتمكن من حقه الانتخابات، انا اعتقد وانه كلام سي كمال الجندوبي انا متفق معه، ونخاف لعل 8 شهور ويا ربي نخلطوا. المهم انا اللي بقول راهو في السنه اللي تجي من الانتخابات 15 14 في الانتخابات. سامحني، انتم الحزب الجمهوري مقترحين 14 في الانتخابات. كيفاش نجمتوهم؟ اعطيني الانسجام تاع المنطقه. انا اختي تقول لي في الانتخابات في الديمقراطيه العريقه يقع الاتفاق على انه في 30 يوم الاخيره او في 60 يوم الاخيره. انا متفق معك، اي نتفقوا على 30 يوم الاخيره، تو نحسب ونعرف نزيد 30 يوم بعد 23 اكتوبر تو نعرفها. اما اعطينا اعطينا نتفقوا عليه نتهرب من تحديد تاريخ مضبوط. جاوبنيش، انتم اقترحتوا 14 جانفي تاريخ الانتخابات، كيفاش اقترحنا؟ مش نقول لك عليه، احنا اقترحناه منذ شهرين، قدمناه هذا ما تحسبوش عليه. شهرين ورئاسه المجلس مرقده البروجي للوالي تقدمنا به لليوم، وهذا وقت ضايع. اثنين، احنا قدمنا 14 جانفي تقدم وللنقاش القضية، ومستعدين للتوافق على أي تاريخ يتم توافق عليه. 20 مارس احنا مستعدين نتوافق معكم، هاي مع بعض نقروه، هاو متفقين، لا نقروه بقانون، لا بعد تجيني سامحني نحاش فيك. أما كي تقول لي 20 مارس نقول لك انا متفق معك، هاي صوت عليه قانوني يولي ملزم، لا انا لا انت نترجع عليه في المستقبل. ما فماش قوانين تصوت على تواريخ، لا لا تاريخ تحدد، هذه تواريخ تحدد. اي سيدي، في انهي الدوله اللي في العالم في حكومه نعرفوها وقتها بدات تحكم وما نعرفوش وقتها توفى من الحكم نتاعها الفتره نتاعها الا الان؟ شنو في الفترات التاسيسيه مش مضبوطه؟ لا سي زياد أو مش مضبوطة، هاو هذا خوفنا. شوف الفترة التأسيسية الأولى في تونس، اسمعني، وقت اللي ترويكا تشعر اللي هي قادرة ورتبت أمورها، ترويكا الآن أدائها مضطرب مع الأسف اللي ينعكسها الوضع العام في البلاد، قرارات ارتجالية، تجاذب، تنازل، تنازل صراعات، ربما عدم توافق، عدم توافق على المستقبل، ترى موازين قاعدة هي بيدها وتحالفات هي بيدها، ولا وقت اللي تعاودوا تبنيوا التحالف نتاعكم وفي وقتها يولي توا نعملوا انتخابات. لا احنا نحبوا ناخذوا وقتنا ونتفق شمس اف ام. شمس اف ام، وين انت وين احنا؟